نعم. سؤالي هو أنا حاليا مديونة وأريد أن أسدد ديني. طيب. وعندي مبلغ من المال هو يعني من مالي، ولكنه أخصصه لأحد اليتامى. هل كنت نظرت نظرا؟ يعني هو لم يكن نظرا، يعني إذا كنت نظرت نظرا أن هذا المبلغ لليتامى فدين الله حق أن يقضى، إذا لم تكوني نظرت نظرا فسد الدين الذي عليك منه. نعم، ولكن يعني هل يجب أن أعيده هذا المال؟ ماني قلت لك الكلام مبني على هل نظرت أو لم تنظري. حسنا، فلنقول أنني نظرت. أنا يعني خلاص نظرت، يعني لم أنظر لله أنه إن حصل شيء بس لا هذا الشيء. لم أفعل هذا يا أختي الكريمة، بس يا أختي الكريمة ركزي معي، الله يحفظك. أنت نظرت أم لم تنظري؟ لم أنظر، يعني بصيغة يعني لم يعني هو نعم، يعني نويت أن هذا لهم سيكون مبلغا محددا كل شهر لهم، فيعني هذا لا أعرف هل هذا هو نذر أم لا، يعني خصصت هذا الشيء هكذا. نعم كأنه نذر، أحس أنه نذر، ولكن خلاص إذا كان نذر سددي النذر وبعدين سددي الدين.